المعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد. يا الله جميل، أصل تاريخ عمر تاريخ عجيب. إذن القصة في معيتنا لله سبحانه وتعالى. بس القضية الله عز وجل لا يحابي جنسا على جنس. لا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذا نفس الكرة تعاد. لا لا لا، نحن بقربنا من الله ننتصب وبعدنا عن الله. وضحت الصورة؟ جميل. طيب، قوم علامة أخرى، خذ نحن نتوالى عن خلال اكتب معك قوم يخضبون بهذا السواد. يخضبون بهذا السواد، يعني وأشار إلى شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم. الصبغة، الصبغة صبغة سوداء، السواد. آخر الزمان كحواصل الحمام. آخر الزمان، أيوة، كحواصل الحمام. كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. لا يريحون، لا يشمون ريح الجنة. سبحان الله، يا الله. رواه النسائي على شرط الشيخين، حديث حسن صحيح. يعني ايه قوم يخضبون بهذا؟ أيوة، أشار إلى ماذا؟ الشعر واللحية، شعر. يخضبون بهذا السواد. السواد ليه؟ ليه أبو قحافة لما جاء مسلما، نعم، كان كبير السن، فلما جاء به أبو بكر فرحا أن أبا بكر سيدخل الإسلام، نعم، نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أما جعلت الشيخ مكانه وأنا آتيه؟ يا اللهم صل وسلم عليه. هذا الخلق، يحترم السن. يا سلام، يعني خلي هذا الرجل الكبير السن هذا وأنا آتي إليه. أم لأنه هو أبو بكر؟ لا 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 لا، لأنه كبير السن. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، الله يعطف على صغيرنا ويعرف العالمين حقه. فقال بعدما بايع الرسول ونطق بالشهادتين: الخضبوا للشيخ وجنبوه السواد. الرجل عنده 80 سنة ويصبغ أسود، احنا ده بقى خفيف عقله. هو كان يخضب بالسواد؟ كان بعض الغير طبيعي، يعني كان في قبل الاسلام يخضبون بالسواد ليظهر شابا. الطبيعي جاء الاسلام، دعوة الجاهلية. لا لا تمام، جاء الاسلام قال: لا لا، عايز تخضب خضب بالحنة، لكن بالسواد لا. وبعدين في نقطة: ما من شعرات تشيب في الاسلام الا واستحى الله ان يعذب صاحبها في النار يوم القيامة. حديث هذا حديث. ما من شعرة تشيب في الإسلام، يعني أنت كبرت مسلم بهذا المنطق وتعبت عشان الإسلام وقد يعجل عليك الشيب وأنت صغير. صحيح، لأن العربي كان لا يشيب. لا نخجل من هذا البياض، هذا الشعر أبيض، أو نقوم بالصبغة مثلا. عيرتني بالشيب ووقاره، ليتها عيرتني بما فيه عار. يعني فاللالي تزينها الأقمار. فالقضية أن العربي كان يشيب كبيرا بعد 80 بعد 90، سبحان الله، طبيعته كده. الرسول عنده 41 سنة، أبو بكر يعد وجد له 17 شعرة في رأسه و17 شعرة في لحيته شابا، هذا على غير عادة العرب. سبحان الله. فقال: عجل عليك الشيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: شيبتني هود وأخواتها. القرآن، هود، سورة التكوير والانفطار والانشقاق. شهاب الرسول جديدة. اول ما يسمع عن الاخره كان يهتز يبكي، وهذا هو المراد. اول ما يسمع عن الاخره، اول ما يسمع عن الاخره، واحنا كلنا نشيد في صياغه الوعد الحق، يبكي صلى الله عليه وسلم. الله والسلام. وقالوا: يا عبد الملك بن مروان، يا امير، لم عجل عليك الشيء؟ قال: كثره صعود المنابر، كل ما اصعد المنبر اهتز، اخاف من الخطبه وخشيه توقع اللحن في اللغه. سبحان الله. فالرسول شاب لانه عجل عليه الشيء، لان هود واخواتها شيبته. سبحان الله. ولذلك كان رغم ان الله غفر له ما تقدم وما تاخر، يعني قلت يا رسول الله يعني استرح، يعني خلاص غفر له، افلا اكون عبدا شكورا. حتى قال له رب، كان يقف يصلي بالليل حتى تتورم قدماه، تتورم السلام، فكان يتحامل على رجل ويرفع رجل الاخرى ليستريح، فينزل عليه قول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فظن الناس أن طه اسم من أسماء النبي، لا، طأها وخففت، طأ الأرض بكلتا قدميك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جميل هذه النظرة، طأها، طأها، فعلى التخفيف طه، لكن طه ليست اسم، حذف الهمز، تمام، أصبحت طه، طه مخفف، تمام، هكذا. نقول طه اسم محمد عليه الصلاة والسلام. لا طه ولا مصطفى، هو حد الأسماء صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. احنا خلينا واقفين عندما قال: قوم يخضبون هذا السواد، تمام، ايوه، سبحان الله عليه الصلاة والسلام. حواصل الحمام، فلما تشوف لحية واحد كده
سوداء سبحان الله في الحمام احيانا تبقى بيضاء ولا حواصله كده سبحان الله. صحيح. شوف التشبيه النبي حواصله الحمام سبحان الله سبحان هذا التشبيه لا يريحون رائحه الجنه. بعضهم يفسرها ربما لانهم يحلقون هذه اللحيه ويتركون هذه المنطقه. هذه ليست لحيه هذه ليست لحيه سبحان الله هذه ليست لحيه لا لحيه لحيه انا هذه ما ما ادري والله انت في لغه المرحله المنطقه دي لذقن نعم اذا لا باس ان نخضب بالحناء نعم 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 اما بالسواد لا يعني حكم جاز للنساء هذا جميل تحبك النساء هكذا لا لا يرضى عليك لانها في بيتها مع زوجها رجل وسط كده ربما في بنات من بناتنا من كثره المشاكل ومن كثره الابتلاءات تشيب البنت في العشريات من دراسه الكيمياء ودراسه الفيزياء ودراسه الاحياء والاموات وكده مصيبه ما كانت لكن جدتها ما شاء الله عليها لا قوه الا بالله صحيح هذه علامه شكرا علامات اخرى يتقارب الزمان فيكون العام كالشهر ويكون الشهر كالجمعه وتكون الجمعه كاليوم ويكون اليوم كومضة السعفة يعني كاشتعال السعفة سعفة النخل نعم ومضة سبحان الله لحظة ضياع البركة من الوقت هذا نقول الوقت لا يكفي لم يكفي لا البركة ليست فيه لأن واحد يقول ايه انا اعمل ايه والعمل يقول له لا راجع حساباتك اتق الله يبارك لك في وقتك وإلا يصدق عليك علامة الساعة تنزع البركة من الوقت سبحان الله كان زمان لما من رمضان لرمضان ايه فين رمضان لما جاء يقول الله رمضان كان سبحان الله قريبه سبحان الله صحيح فهذا من علامات الساعه يتقارب الزمان وفي روايه اخرى تنزع البركات من الوقت صراحه واضحا يتقارب الزمان وفي روايه المسلم العام نعم كالشهر والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالومضه يا سلم او كاشتعال السعفة بارقة هكذا سبحان الله سلم يا رب حدثت ان لم تحدث حدثت موجود موجود ولا مش موجود سبحان الله طيب يا سيدي ماذا سيدنا ابو حذيفه بن اليمان كاتب سر رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي كان مع اسماء ال17 منافقين يقول ايه كان الناس يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه شوف الذكاء يا اخي يا سلام هو كان يسال عن الخير انا اسال عن الشر قلت يا رسول الله من الله علينا بهذا الخير هل بعد هذا الخير من شر قال نعم من الله علينا بهذا الخير وهو الاسلام وقتها وقتها وجودك يا رسول الله جميل. وجود القران وهذه الصحبه طيب انجب التلاميذ في العالم والموردين في بعد الخير لا في شر قال نعم قال وبعد هذا الشر من خير قال نعم ولكن فيه دخن فيه دخن يعني ايه مش خير صافي ما دخنه الله يرضى عليه هو يسأل وما دخنه سبحان الله قال قوم من بني جلدتنا من العرب من المسلمين سبحان الله يتكلمون بألسنتنا نعم ويصلون الى قبلتنا نعم سبحان الله سبحان الله ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم الله هو لسان عربي يا الله لسان عربي زيه زيك نعم. ولكن فكره غربي تمام الله انت وقرانا في التاريخ الحديث صحيح. سبحان الله العظيم لا اله الا الله سبحان الله قال ايه دعاة على ابواب جهنم اعوذ بالله من اطاعهم قذفوه فيها بيمشي وراهم يقول لك ايه افصل الدين عن الدوله سلم يا رب مش كده ولا مش دول دعاء من بيننا صحيح افصل الدين عن الدوله ريح المساله صحيح سبحان الله سلم يا رب من دعوه سبحان الله العظيم قال فماذا اصنع ان ادركتهم يا رسول الله عليه الصلاه والسلام اعمل ايه؟ يا سلام قال الزم جماعه المسلمين وامامهم خليك فين المسلمين؟ فين جماعه الاسلام الوسطيه؟ فين اللي عاملين بالكتاب والسنه؟ والامام العالم الثقه قال فإن لم يكن هناك لا جماعة ولا إمام. وهذا معناه أنه سيأتي برضه سيأتي يوم في سبحان الله العظيم. سلم يا رب. سلم قال الزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. أنا عايز أنجو.
لا اله الا الله. الموضوع مش سهل.